صالح مع الفنان الكبير ونحن في هذه الرحلة البحرية سندم. يعني نريد شوية نرجع بالذاكرة إلى تأسيس المسرح العماني. متى تأسس المسرح العماني؟ المسرح العماني تأسس في بداية السبعينات من خلال النادي الأهلي ونادي عمان. نعم. ويمارسوا النشاط على المستوى السنوي أعتقد في أثناء المناسبات. نعم. ولكن المسرح البداية الحقيقية دافع لخزاب.